ولا طيب، هو 29 سنة old woman present to the emergency عنده جونتس، she has dark urine, right side abdominal pain and itchy، يعني cholestatic picture. She returned 3 weeks earlier from holiday to Morocco that we booked at the last minute, a few days before the jaundice developed. She tell you that she suffered from symptom like a flu-like illness. تمام؟ اللي هي هنا احنا في مغرب اللو الألانين هاي والكلاين فوسفاتيز يعني كمان هاي، بس الألانين أعلى. البيلروبين، البيلروبين سوري البيلروبين أيوة 68 عالي. طيب which following is most likely diagnosed؟ هل هي ده أنا أقول لك المغرب أو دولة عربية هيباتيتس سي. هيباتيتس بي فلو لايك إلنس عشان الألانين عالي. أيوة عشان الألانين عالي، وبعدين اللي هو سمول هيستوري ترافل هيستوري مش مع أيوة. فعلا هيباتيتس إيه؟ طيب هيباتيتس إي endemic in North Africa and also it's one of recommended holiday vaccination. Like the likely, it's likely this the holiday at the last moment in the incubation period become between 6 weeks and presentation with the frank jaundice is usually preceded by flu-like illness. يعني هي الحاجة الأهم في الموضوع flu-like illnesses. يعني الترانسامينيز طبعا هو حيرتفع صوت اختفى من عندك يا دكتورة ميادة. في الهيستوري مش كان جايب على انه في بريورايتس ولا كان في بريورايتس كان في دارك يورين كمان. حسيت انه في الاول انها كوليستاتيك بيكتشر. ايوه بس الكوليستاتيك هيبقى الالكالين فوسفاتيز اعلى من بيكون اصلا. طيب ليه؟ لو كوليستاتيك بيبقى الالكالين فوسفاتيز هو اللي غالب الترانس. لو هيباتوسيلينر هتلاقي العكس، هتلاقي ده ايوه من ده. ايوه هيباتوسيلينر، هيباتوسيلينر يبقى مثلا زي فايرال انفكشن، عشان كده رحنا مع الهيباتيتس اي ومع الترافل هيستوري والكلام ده. ليه اتشنج؟ تمام. يا دارك يورين بتعني ايه؟ ايوه هو قال في اتشنج، هو الكونج اللي ماشي مع ابستراكتيف صح، زي ما انت قلت كده. دارك يورين المفروض اللي هو الكونجيجيتد اللي بقى كتير جانتس. اوكي كونجيجيتد بينزل مع اليورين اتشنج يعمل دارك يورين ويعمل اتشنج. الاخر تمام. بس نشوف السؤال اللي بعده. طيب هو 54 سنة reviewing GI clinic following admission with a small upper GI bleeding. It's transpire that he has suffered from indigestion for the past 1-2 years. Small gastric ulcer found في الاندوسكوبي. Biopsy قال إنه فيها مالتوما. وعنده الهيلوباكتر بوزيتيف. فهنا احنا نديله علاج بتاع هنديه اللي هو ايراديكيشن الراديكيشن ثيرابي. انا مش عارف 80 ولا 70% بيعمل لهم ريجريس. طيب الهيلوباكتر بايلوري وقال تشويس اوف بيشن جاستريك مالتوما. Studies هنا مكتوبة have just suggested complete remission rate of above 80% of Helicobacter positive patient. The even rate is higher as 50% من Helicobacter negative patient.
حتى الناس اللي عندهم هليوباكتر بيلوري نيجاتيف بيشنت 50 50 بيجريس برضه، تمام، بس البوزيتيف بالظبط. 80%. طيب خلاص، يبقى ايه، نعدل الموضوع ده، لازم تمام. نعمل دي. طيب هنا هو 22 student been backpacking in Thailand present to the ER but lesion in his left arm. Lesion في left arm. He just returned from the airport and feel unwell for fever, headache, muscle ache and or cough. عنده abdominal pain, vomiting, macrobubular rash. و examination قال في axillary and joint lymphadenopathy. Temperature اللي هو high يعني عنده fever و macrobubular rash و lymphadenopathy. و core crackles at the base of auscultation of the chest. و طيب هنا تقريبا الحاجات كويسة. عندنا ال CRP high وال أيوة وال total high. جايب لك الليجن نفسها. ممكن طيب هو عايز ومعلم فدوسي، صح؟ ايوه في ماكي بابل الراش وهيديك ومصل ايك ومش عارف ايه بس يا مش لايم، ان اللايم بتبقى تارجت ليجن. هل دي تارجت ليجن؟ لا، سكراب تايفوس دي كانت بتبقى بلاك، صح؟ ديز بتاعت ال ايوه طيب تكون بلاك ويلز دي بتاعت اللي اسمه ايه، اللي هو الليبتوسبايروز، ما بيبقاش فيها اصلا تك. بيكون فيها رينال وليفر ومش عارف لا، كمان. وبتتنقل، قصدي ما بتتنقلش بالقرص، يعني بتتنقل من الانفكتد يورين بتاع الراتس. طيب بس نروح على الكيوتينس الاشمعنى. الشميني بيكون الكيوتينس الشميني ما بيكون فيها ليمف نود يعني لا بيكون في الفيزرال لا، كوتينيوس ليشمانيا هي في الأزعة صح؟ راديو اندوثيليال سيستم، صح ولا ايه؟ يعني عشان كده هيبقى معاه ليمفادينوباسي، هي هيبقى تكون تايب ليه؟ تيجي ماكروفيلاش. طيب هي، هل هي أنا اللي احنا سبناها دي تيك 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 بورن انكفالايتس؟ ما هو ما عنده فيتشرز بتاعت انكفالايتس هو جست فبرايل ولينفادينوباثي ومش عارف بالظبط، فيفر، هيدك، ماسل ايه، فيفر هيد ايوه اللي هي تايلاند الجنرال دي، تايلاند دي ماشيه مع اللي هي زي دينجو اللي، صح، ايوه انا فكرتها في الحاجات الاول كده الاخرى. صراحه انا فكرتها في دينجو ايوه، ما وما هي يعني تيك. الحاجات اللي مرت بس في الاول ايوه عشان كده شويه ضاعت معايا بعدين يمكن الانكفالايتس دي خلاص خلينا في التك دي تيك بور هي اوكي نمشي مع احنا خلاص الليشمانيزز هنشوفها عشان ما تقابل ما نكشف الليشمانيزز ان شاء الله. غلط. طيب ان شاء الله تكون ليشمينيزس غلط تايفس. ما اللي كانت اللي فيها بريشر الليشمانيا كمان؟ الليشمانيا دي اللي هي الليشمانيا دي الفيزرال هي اللي بيكون فيها الليمفادينوباثي تمام طيب السكراب تايفوس is caused by the bacterium orienta تستوغموشي which is the spare via the bite of the larva mites known as chagas. It's endemic to area of the East Asia and include the part of Thailand. The symptom بتكون فيها cough, muscle ache, abdominal pain, vomiting and rash. Are all consists with the diagnosis. The doxycycline هو ال treatment بتاع doxycycline. التريتمنت بتاعها هي اتيبيكال، هيبقى دوكسيسايد، بس هي اللي نعلمها بايه بقى تايفز دي؟ نعلمها بإيه طيب تايلاند محتاجة هي صح بس. لا هو لازم يكون فيها حاجة كده كمان يعني عشان انديميك اريا اللي هي ساوث ايست ايشي، بس تقموشي من الحاجات اللي هي ماسل ايك، ابدومينال بين، فوميتنج، الحاجات كلها نون سبيسيفيك، يعني سبريد عن طريق والله ما أعرف شيجرز. ماشي،
ما عندها، هي ما عندها يعني ما عندها شكل واضح. يعني انت بالاكسكلوجن حتعمل اكسكلوجن للباقي، بس ما حتقدر تكسكلود ليها يعني. هي صح. عملنا اكسكلود طيب يقول الويلز ده، قلنا الليبتوس فيروس فطلعنا منه، الويز لا، ايوه برا ممكن تبقى القضية، تارجت ليجن. ليشمانيازيس قلنا مش ليشمانيازيس عشان مش ليشمانيا، ايوه التيك ما فيش اعراض بورن انكفالايتس. انكفالايتس، ايوه المفروض يجيك بانكفاليتيك فيكشس يعني. عظيم، ماشي. طيب 54 سنة وومن، فوكال سيجمنتال جلوميرولر سكليروسيس and nephrotic range proteinuria present to the ER with the left loin pain and mark worsening of her peripheral edema. تمام. البلد بريشر 145 على 80، البلس كويس ريجولر، عندها left loin tenderness و abdominal palpation and she has beating edema up to mid thigh bilateral. يبقى عندنا patient هو focal segmental عنده peripheral edema و... طيب درو. وعنده left loin pain. طيب هنا البروتينيوريا، اليورين فيه بروتينيوريا وبروتينيوريا، طيب الكرياتينين هاي، وعنده أنيميا. What's the most appropriate next investigation to establish diagnosis؟ بيوبسي، نعمل ديب بيوبسي عشان نشوف لا، السكليروز. هي هو بدأ، هو ده ما نفروتيك بيتشنت، نيكست، اه هو احنا مش بيسأل هنعمل نيكست على فكرة، ثرومبوزيس، بيسأل نيكست. هنفتش الحاجة العاملة. الانتي ثرومبين 3 ليفل هيبقى قليل برضو في النفروتيك. لأنه عنده لويون بين، هو يعني البيكشر اللي فوق أنا حسيت إنه كده ثرومبوزس أكتر يعني. ماشي، ما هو بيوقع من ضمن البروتينز اللي بتقع أيوة، ما أنا ما ب... أنا ب... انت ثرون بين 3. بدعم كلامك بالعكس يعني. أنا بدعم كلامك. أنا تمام. بقول لك إنه في البيكشر نفسها، لأنه قال إنه في ليفت لوين تندرنس وابدومينال بالبيشن، طيب يعني هو نفروتيك سندروم وجاي بترومبوتيك بيكشر. عظيم عظيم، عشان انا ببقى بتخانق في الكلاب هاوس ومعظم الناس ايه بنبقى ضد. انت جاي من مشاكل. بتاع الدوبلر. طيب ليه بقى؟ الله يسترنا معاك. دوبلر دوبلر، فكر في الدوبلر. هي طيب نفس فكرتك عشان البيشن ترومبوزس. نفروتيك و... ايوه عشان ثرومبوزس، بس احنا نفتش الدوبلر اول بعدين نشوف طيب البيشن هو نفروتيك سندروم وعنده increased risk of thrombosis because passenger clotting factor into the urine leading to hypercoagulation state. In this case, loin pain mark increase in proteinuria وهو ده ماشي مع renal vein thrombosis. ال gray scale ultrasound demonstrate the renal enlargement. اسمها gray scale ultrasound. الحاجة اللي هنشوفها في الالتراساوند. With hypoechoic cortex. Doppler ultrasound is ultrasound is the best way to then confirm a diagnosis. هيورينا ال reversible arterial diastolic flow. هنشوف فيه كمان absent venous flow. هنشوف الثرومبس visualize with the in the lumen. هنشوف الثرومبس نفسها. و elevated renal artery resistive index. تمام. ستيب اندكس وثرومبوس. ايوه انت في الالتراساوند نفسها هتشوف الجري سكيل ده في الالتراساوند. تمام. لما تيجي تعمل دوبلر هتلاقي الحاجات دي، هتلاقي انه في عندنا اللي هو الارتيريال الديستوليك فلو ريفرسال، يعني راجع، يعني هو ما ماشي راجع. تمام، عامل عاكس يعني، وهتلاقي انه في ابسنت للفينوس فلو والثرومبوس، وممكن تشوف نفسها ثرومبوس نفسها ممكن تشوفها جوا اليومين يعني. وهتلاقي اللي هو في الاندكس الارتري ريزيستف اندكس هيزيد، يعني الارتري ريزيست الريزيستنت بتاع الارتري هيزيد، يعني هو هيبقى على الريزيست حق الارتري عنده ريزيست حق الثرومبوس، عشان كده هو قال لك الاندكس هيزيد يعني. تمام. ممتاز. طيب عايز الفولوينج مانجمنت صح ولا تقريبا حاجه زي كده؟ طيب هو 78 مان بريزنت ذا كلينيك عايز النكست ستيب. تمام. طيب هو 78 في الكلينيك عنده كرونيك كوف وذ ليفت سايد بلوريتيك تشيست بين.
Despite taking tramadol paracetamol, he has been referred by the GP with abnormal chest X-ray. He has a chronic obstructive pulmonary disease and LV failure, and he continued to smoke 12 cigarettes per day. He can walk only 100 of the flat and climb the stair only once per day. البلس كويس عنده AF. البلد بريشر كويس. البور اير انتري ان ذا ان ذا ان كوايت ويز اون اسكلتيشن اوف ذا تشست. البليك فلوريت ان ذا كلينيك 170 لتر. تمام. طيب هنا الاكس راي كارديوميجالي عنده ليفت هايلر ماس كونسيست وذ برونكيال كارسينوما. الحاجات التأكيدات هاي طبعاً يقول هيموجلوبين يعني لو هو معاه ويت لوس ولا حاجة؟ معاه ايه؟ بقول معاه ويت لوس ولا حاجة؟ ما هوش ويت لوس. المهم خلاص هو قال انه ماشي مع الكارسينوما يعني انت انت محدد لك يعني انه عامل دايجنوز للبيشن اوريدي كارديوميجالي وليفت هايلر ماس و برونكيال كارسينوما. طيب which following the most appropriate next step؟ البرونكيال كارسينوما بايلتف هو وصل الاندي ستيج ما وصل الاندي ستيج عشان عنده كارديوميجالي بلاذيف كيمو ولا امبولايزيشن ولا الكارديوميجل عشان عنده ال بي اتش في سؤال معلش اشرف بس عشان كوموربيديتي يعني عنده برونكيال كارسينوما وكارديوميجل وليف فنتريكولار هارت فيلير هو سي او بي دي بيشن ايوه هو سي او بي دي بيشن وليجو في الاكس راي عنده اللي هو برونكيال كارسينوما ولينف نود يعني حتى الميكس في اللينف نود يعني احنا نعمل ايه بقى باليتيف كيمو نروح مع الباليتيف كيمو ثيرابي خلاص ايه رايكم انا ماشيه كمان مع الباليتيف كيمو ثيرابي مورفين باليتيف بص اند ستيج ده ولا ايه دي المورفين معناها وصل اند ستيج هو قال لينفاتيك في لينفاتيك نودز بس ما حدد يعني شكلها كيف طيب this man has refused further investigation has very poor اللي هو حيتحمل الكيمو هو المشكله انه ما يعني ما في انفورميشن عن ما في انفورميشن عن ال عن الكانسر يعني spreading الحق والميتس size ما في طيب this is man has refused further investigation has very poor functional state has been relieved with the oral morphine it's not appropriate option this is a step up for the current paracetamol and tramadol tramadol therapy also a non-steroidal NSAID may be considered as a part of the leader of the pain therapy is a best avoid on the account of the patient renal impairment and the fact that he has LVH should he change his mind a bronchoscopy and biopsy to confirm diagnosis could open up to possibility of palliative intervention تقريبا هو لسه ما تشخص ده بس كله عشان البين سؤال غريب عجيب كده ايوه سؤال يعني هو شو ورينا الفانكشن بتاعته عامله ايه الرينال فانكشن يعني زايده بس ما ذات ماتش يعني 209 فهو اخذ ترامادول واخذ بارازيتامول بس عشان حصل له رينال فانكشن فهم داي بريفير انه يتحول على المورفين بيك فلوريت غالبا قليل 170 ايوه هو المفروض 500
طيب هي 48 سنة woman review to the oncology clinic and undergo mastectomy for carcinoma of the left breast and bone scan قال إنه في metastasis في right humerus and في left femur. تمام يعني حصل لها ميت. She's report a dull ache in the left femur. تمام. حاجات الهيموجلوبين low ال... وين تاني وين 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 أيوة الكرياتينين slightly high الكالسيوم كويس الكلاين عالي. طيب what is the following it is the most appropriate intervention for the bony metastasis. نحن نجيها في سفونيت صح؟ بس بس فونيت الدينوزيماب ده حق الدينوزيماب ده الدينوزيماب ده حق الميتاستاتيك كانسر هما بريفير الدينوزيماب الدينوزيماب هما يشتغلوا العظم بس ايه الاحسن حاجه اول حاجه ندي ازدرونيت صح دينوزيماب دينوزيماب تقريبا كده انه اكتر واحد بيستعملوه للميتاستاتيك بونز دي بس مش فيرست لاين فيرست لاين بس فسفونيت ما هو الفسفونيت طيب اوكي شوف هاتي طيب الدينوزيماب هو الرانك ريسبتور اكتيفيتر اللي هو مش عارف الكلام الكابا بي line inhibitor that reduces the osteolytic maturation and activity. It has advantage that it is given a 6-monthly subcutaneous. بتاخد كل 6 شهور injection. In a study of the woman with advanced breast cancer who had proven bony metastasis, a current meta-analysis showed denosumab what is better than bisphosphonate. At preventing complication of metastatic bone disease and reducing symptoms, but didn't confirm a survival advantage. Even so, it is recommended by the national in NICE يعني, at preferred option in this case. تمام. ده هو هنا اللي هو treatment of osteoporosis. Studying patient with a better cancer suggests this effective in denosumab in maintaining bone health. يعني هي الفكرة إنه الدينوزيماب هو preferring في الميتاستاتيك كانسر بس أنت لو بتتعامل مع osteoporosis عادية ف better هو البيسفوسفونات هو اللي هندخل فيه تمام؟ ده الكونكلوجن يعني. صحيح. طيب which of following likely cause of the patient's symptom تمام هو 27 سنه ومن اتند لل ER عند 5 year old daughter they are both up to date vaccinated daughter has developed an erythematous rash affecting both cheek and had symptom of the cold around 1 week earlier يبقى عندها rash وعندها cold قبل اسبوع the woman has the same rash affecting her face and complain of the joint pain Examination of the oropharynx normal and there are no enlarged lymph node or on bulbation of the neck. What is the most likely cause of the patient's symptom? Parvovirus. So when he lymph node defined, no enlarged being fine. No lymph node. Parvovirus had Laura Etani. Tell the طيب هو قال نعديها طيب خلينا الانفكشن دي ماشي نعديها الانفكشن دي خلينا لا خلينا نقراها الانفكشن دي ماشي طيب البارو فيروس اللي هو بي 19 انفكشن نون اللي هو سلابي تشيك ديزيز بيكوز اوف ذا باتش اوف اريثريما سين هير ات بوسيبل فور بوث ان فور بوث ذا ماذر اند ذا تشايلد تو انفكتد ات ذا سيم تايم And the pattern of rash occurring around 1 week after symptom of the cold, which is diagnosis. Adults may suffer from symptom of small joint body arthritis, which is not seen in the children. ده في الأدلت حنلقى الأرثريتس ما حنلقاها في الشلدرن. التست بيكون اللي هو الـ IgM, اللي هو الـ B19 IgM. IgG. And immunoglobulin.
are available. The PCR for paravirus, كمان عندنا PCR for paravirus. The main concern is about paravirus infection in adult concerned pregnant women. إيه حنخاف منها يعني. Maternal infection in the first trimester associated with the risk of the fetal death اللي هو 19%. In week اللي هو في second trimester the risk slightly fall لحد 15%. بعدين بيقل and then further reduce after 20 ل 6%. يبقى كل ما هي تمشي في الترايمسترز بي بي بيقل بينزل لو الانسان مناعته كويسه. دكتور اشرف بيقول لكن لاب تشيك سيندروم الفيروس ده بيعمل بلاستيك انيميا مناعته ضعيفه ممكن يسبب صح مناعته ضعيفه السيكولار حتى في السيكولار صح كان من ضمن الحاجات اللي بتعمل بلاستيك كرايسيس. ايوه بيعمل اللي هو البلاستيك دي والسلاسيميا والسلاسيميا بس بتهيألي في اللايف سايكل بتاعت الار بي سيز ان هي صغيره فعلى ما ده يخش ويضرب البومر ويحصل له ريكفري مش هيحصل هي والار بي سيز دي مش هتغطي الفتره الكبيره دي فبيحصل الابلاستيك. طيب آه طيب هنا 35 years woman admitted unconscious to the ER following an overdose of اللي هو 75 ملي جرام تريبتالين and vodka. The blood pressure low, the pulse 105 regular, the GCS 10. While you are examining her, she suffered from the short tonic-clonic seizures. Her rhythm strip showing number of ventricular ectopics. طيب عايز العلاج؟ صوديوم بايكربونات انترفنشن بايكارب صح. نفس السؤال اللي كان حليناه امس تقريبا. لا بس امس ما كانش تريبتالين كان تيجريتول. تيجريتول اه كربامازيبين صح. هنا ما دخلش في البرولونجد كيو تي صح؟ لا هنا دخل في بنتيكولر اكتوبيك بنتيكولر بتاعه كويس كانش تمام. سؤال تاني السؤال المهروش نعدي دي شكلها ايه دي؟ ريت شامبرو ولا طيب هل نشوفها. طيب 50 سنة ومن take number of medication with ischemic heart disease and type 2 diabetes of referred to the dermatology clinic with the erythematous rash. He carry medication, بياخد metformin, dapagliflozin, rambril, bisoprolol, aspirin, cobidogrel. مين فيهم؟ حززة كده. انت مكبر الشاشة؟ هي سورايسز. بيتا بلوكر، بيسوبرالول. سورايسز. سكيلي لأنه سكيلي باتشيز سكيلي باتشيز والسيلفر سكيلي المكان سرايسزون بيتبلوكر بيتبلوكر انكلودن بسبرولول ويعمل السرايسز وكان في مجموعة من الأدوية غير بيتبلوكر. سؤال تاني طيب هو 70 سنة year retired gardener present with the dermatology clinic with a nodular lesion on the left side of his nose. Nodular lesion تمام it's look barely okay barely دي مش حقة ال basal cell carcinoma ايوه appear in has telangiectasia ومعها telangiectasia arising from the nodule itself. طيب فاحنا مفروض نعمل next step lesion over time. Okay most likely happen to the lesion over time local progression without metastasis spread. ما بتعمل ميتاسيس الله أعلم. ها أشرف برضو معايا في القصة دي.
طيب ليجن ديسكرايب تيبيكال نودولار اللي هو البيزل سيل بيزل سيل كارسينوم اوفر تايم ست مي السريتد ان ذا نودول ليجن اوفن بينتريت مور ديبلي than it suggests by the size and appearance of the surface. Early excision is recommended because it's risk of local invasive to the bone and deep tissue. Metastasis is only very rarely described in the congestion with the basal cell carcinoma. يعني هي بس بيحصل بتعمل invasive ممكن توصل لحد البون والديب تيشو. هو أشرف كاتب حتى اسمها locally malignant. locally malignant. تمام. طيب 48 سنة woman come to the transplant clinic for her routine review. She received renal transplant 3 years ago for end-stage renal disease عشان الاميونوغلوبولين IgA نفروباثي. البلد بريشر كويس، البلس كويس، regular، الابدومين soft and non tender، والترانسبلانت normal يعني. طيب هو جاي بس عشان روتين ريفيو. هنا ال البوتاسيوم، لا مش البوتاسيوم، الكرياتين العالي 255، 3 months earlier كان 189، بعدين 155. طيب السايكلوسبورين 155، يعني في النورمال رينج. اليورين ديب ستيك عندك هيماتيوريا بروتينيو، هيماتيو بروتينيوريا. So which of the following is the most likely cause of the patient IgA nephropathy؟ اللي هو حيكون recurrent صح؟ current زي ما chronic rejection. ما هو البيشن داخل، البيشن داخل في نفريتك سندروم، نفريتك IgA ورجع تاني نفس الباثولوجي يعني؟ ما هو مديك في اليورين بروتين بلود ولا عشان كده انا السايكل اي جي كان نفريتك اي جي ايوه في بلاد نفريتك ايوه طيب ما بلاد بريشر برضو عالي لا بلاد بريشر في النفروتك عالي لا في النفريتك لا في النفروتك يا دكتور حسن في النفروتك عادي اقف معايا اشرف اتكلم اشرف بروتين يلا خلينا نعمل كلب اسمه ايه كلب نفريتك انت عارف نفريتك يا دكتوره نفريتك نفريتك انا راهن بالظبط اشرح واحنا كنا بنعمل كنا بندي النفروتك انتي هايبرتنسيف في النفروتك كنا بنديهم نفروتك في اللي هو اسمه ايه ده كان ثاني في تشينج نفروتك في لا اللي كان في هايبر ترايجلسرايديميا او لا هي النفريتك بيبقى فيها بلاد وبروتين وهايبر تنش بالظبط النفروتك كمان نفروتك في ايديما في بروتين في كوليسترول عالي وفي اربعه كانوا وليبيد عاليه عشان وكاجولوباثي وديما وتقريبا وفيتامين دي في حاجه تانية كده بينما النفريتك هيبقى فيه النفروتك هي كمان عشان انفكشن كمان بينزل الاميونوجلوبين بننزل اي خلاص يبقى هو اي جي اي فعلا نفروباسي ريكرنس رجعنا لنفس السيمبوسولوجي تقريبا تمام نعديها ولا ماشي هي سين 30% بس من البيشنت بيحصل لهم افتر ترانسبلانتيشن وبيرجعوا لنفس الباثولوجي صح قصده كده هو شوف طالما انه اداك انه هي هيماتيو نفريتك سندروم خلاص يعني فتتوقع انه حصل ريكرنس لل لا هنا كاتب لما يكون يونج وعمل ترانسبلانت هو صغير وميل 6 هنا بيحصل له للبروجريشن للاوريجين ديزيز اوريجينال ديزيز بيرجع ما هم اللي بيحصل لهم ريكرنس ثلاثه اكثر هم ثلاثه تقريبا الاي جي اي وبقول الاي جي اي اكثر والفوكال سيجمنتال والثالث اللي هو حق كان اللي هو مينيمال لا مش المينيمال كان اسمه ما كانوا فيها
البصمة دي الجود بوستر ده، حق الجود بوستر ده اللي اسمه كان الالبرت. الالبرت اللي هو ده اللي كان بيحصل لهم ريكيرنس عالي، وحتى الاي جي اي كان بيكون هو اكتر واحد تقريبا. او ريسنتلي هو بيجا اون ذا توب يعني اوف ذا ليست. صح اتفق معك. لا يا دكتور اشرف اظن الترتيب مختلف. هو ما قالوا اخر حاجه طلع الاي جي اي، هو كان الاول كان الفوكس سيجمنتال، بعدين الاي جي اي، بعدين الزنجو كابيلري. طيب نشوف نراجعهم بعدين في النفرو. طيب 71 سنة هو retired plumber referred to the respiratory clinic for increasing shortage of breathing. The past few months he smoked 5 cigarettes per day. بعدين ادانا الفلو لوب ده تمام. هو ايوه هو ده ماشي على انه اوبستراكتيف صح كيرفين. Which is falling most likely patient short of breathing. Variable. Extra. ده عايز تفاصيل. طيب. Extra. Airway obstruction.